الحلقة اليوم هي حلقة خاصة عن إنسان عنده حلم وعنده قضية عم بيشتغل ليل نهار عليها. أنا إنسان خلقني ربنا على صورته ومثاله وعطينا الحرية والإرادة حتى أعمل معنى من واقع حياتي وعيش لهدف سامي. أنا إنسان قررت أحلم وأشتغل لحقق هالحلم. أنا إنسان عندي حلم وقضية. مايكل حداد شخص من مجتمعنا اللبناني تعرض لحادث من هو وصغير بعمر 6 سنين كلفه يخسر الإحساس بجزء مهم من جسده، كلفه شلل نصفي. كان لهالحادث أثر كبير على مايكل، ولكن مايكل ما توقف عند الحادث وما انغلق على ذاته وأمام حالته، آمن إنه ما في شي مستحيل عند ربنا. مشان هيك سابر وبلش يحلم حلم أكبر منه، حلم مش بس إله ولكن لكل شخص مثله. خلينا نشوف كيف مايكل تحدى وضعه، كيف رفض يستسلم وقرر يوقف على إجريه وما يخلي الحادث يشلله من معنوياته وتفكيره. أنا مايكل حداد، صار معي سباينال كورد إنجري أنا وصغير من جراء حادث تعرضت له بالبحرين، حادث جتسكي، فتت بحيط المارينا، صار معي إصابة بالفقرة الرابعة والخامسة. هالإصابة خلتني أتحدى ذاتي وأتحدى حالي من جراء الصعوبات اللي تعرضتها بحياتي. الصعوبة الأولى اللي واجهتها هي كانت إعادة التأهيل. من بعد الإصابة تبعولتي قررنا نجي على لبنان، وكانت أكبر صعوبة واجهتها وخاصة أنا كنت بعمر 7 سنين، كيف بدأت أتأقلم تعيش بهذا البلد. هون صار التحدي بيني وبين ذاتي، وأخذت الخيار أنه لا، وخاصة بدعم من العائلة، من دعم من بيي اللي خصص كتير وقت أنه يتعلم كيف لازم أنا أعمل re-education وكيف أنا لازم واجه هذه الحياة وامشي فيها كشخص، خاصة أنه أنا وحيد أهلي يعني بالعائلة. أول فكرة يعني قالوا لي الحكمة كلهم أنه لا، أنه أنت عندك إصابة عالية ما بتقدر، بدك تضلك ماشي على شازرولون، وهالشازرولون لازم يكون عندها قياسات معينة وكيف تتربط على مستوى عالي. بس للأسف الشديد أنه بلبنان حيلا واحد قاعد على شازرولون ما في روح لمطرح، ما في يعمل شيء. بعد بلدنا منه مؤهل، إذا ما بدنا نقول 100% بدنا نقول بالأغلبية الصحة تبعوله. شديت على حالي، بلشت اتمرن كرمال امشي على العصي، صرت اربس اورتيز بروتيز، تحدينا حالنا بطريقة ما فوق العادة. تعرضت مثلا كان دايما اقلب، كنت دايما من بعد كل قلبي قرر انه يزيد عزمي انه ارجع حتى اوقف. المشكلة مش بالقلبي، المشكلة انه كيف نرجع نوقف تنكفي. بلشت اتعلم شوي شوي واعمل ريابيليتاسيون على الدراج، بعدين اكتر لا صرنا بقى نعمل سبور، بلشنا فت بالسباحة، فتت يعني بالمجتمع. اجتني الاوبورتونيتي اما الحظ اني اقدر روح على المدرسة، اني اقدر روح على الجامعة، اني اقدر سوق. اجاني الحظ اني اقدر كفي حياتي، وبالجامعة تخصصت بالحقوق. اول فترات الجامعة كنت تعرف ابستاكل الدرج، ابستاكل الصفة، هون ولت فيي مثل نوع من الانتفاضة. قررت انه اعطي هذا الشيء لغيري، اعطي هالشيء الاوبورتونيتي اللي اجتني اقدر صلح، يعني احمل مثل مهمة، وهالمهمة اقدر انشرها لكل الناس ان كانوا بوضعي ام ان كانوا اكتر مني ام اقل مني بنيفو الاصابة او بحجم الاصابة اللي هني فيها. مش معناتها كل واحد صار عنده اصابة معينة لازم يستسلم، بالعكس لازم يقاوم، ولازم كل الناس تقدر توصل. اكبر نعمة اعطاني اياها الله اني وصلت لمرحلة تخطيت الخوف تبعي وقلت لا لازم كمل. اهم خوف كان عندي انا بحياتي واهم صعوبة كانت عندي بحياتي هي الدرجة. اذا فيني اقطع هيدي الشغلة ما في شي بقى بيوقف قدامي. وقت تخطيتها لأول درجة بيني وبين ذاتي قلت انه ما في شي بقى بيوقفني ولازم اوصل واستعمل هالقوة تبعولتي كرمال وصلها لكل الناس. وهون خلقت فكرة شيلد الجمعية اللي احنا عملناها اللي هي اسمها Serving Humanity in Ever Learning Duty، اسستها بسويسرا واسستها بلبنان. بلبنان عنا شغلة كتير مهمة اللي هو قانون 220، قانون يرعى الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة أي الإعاقة.
بس للأسف الشديد ما عم يتطبق. وهون منيجي لفقرة الحقوق، انه كل انسان حتى بلبنان، وهو كان لبنان بلد سباق بكل شيء قوانين، وهو اللي مؤسس شرعة حقوق مع الأستاذ دكتور شارل مالك، شرعة حقوق الإنسان، انه نحن عنا قانون بيعطينا حقوقنا تنتحرك، الحق تنتصرف، الحق تنصف، يكون عنا باركينج، فينا نجيب شازرولون، فينا نعمل إعادة تأهيل، نحن عنا حق. ما بدنا نحن العالم يطلع علينا انه نحن على عاطفة يا محن القلب علينا وزعولنا شيء، لا، في قانون، وهذا القانون اذا نحن اشتغلنا واذا المجتمع الاهلي كل الناس بلشوا يعرفوا انه لا في قانون، وللكل واحد disabled فينا نشيل من قدامه الإعاقة. الدرجة كانت أعظم أعظم خوف عندي، وقت اتخطيتها قدرت اتخطى كل الصعوبات. وعندي قانون بلبنان بيقول لي انه انا اذا بحط رامب ما بيكون عندي اي مشكلة، يعني فيني ارجع روح، فيني اعيش حياتي، فيني اوصل خلص معاملاتي روح على شغلي. حق الإعادة التأهيل، حق بالوظيفة، يعني بتروح حيلا بلد برا بيحترم حاله، حيلا دولة بتحترم حالها، عندك باركينج للأنديكابي بيكون قريب مؤهل للشخص ليقدر يوصل على مطعم معين أو على محل معين يحترمه بس هيدا الباركينج. وأكيد كل شخص بلبنان مش معقول ما يكون مهتم بموضوع كتير مهم مثل هيدا، إنه إذا بلشنا من أصغر الأمور فينا نطبق أكبر الأمور. أنا حلمي بالحياة كان إن أقدر أعيش مثل غيري، أقدر أعمل القصص اللي كانوا يعملوها غيري. أنا شخصياً قررت أنه ما بدي أترك هذا البلد، وهون انطلقت فكرة شيلد، هي جمعية أسستها بسويسرا وبلبنان. هدفنا بهذه الجمعية، ما هدفي بهذه الجمعية وصل الفكرة يكون عندي مجال أقدر أقاتل كرمالي وكرمال غيري، أنه أولاً أشتغل على الحقوق تبع كل شخص عندي كبه كما كل شخص بحاجة، وقادر نفذ الحلم الأكبر اللي كنت أحلم فيه أنا أني أعطيه لغيري، اللي هو قرية إعادة تأهيل نموذجية بتتناول كل المشاكل اللي في تأهل وتحكم وتتابع حيالله شخص بواجه إصابة، إن كان من ناحية الجسدية النفسية أم المعنوية. يعني منا بس البروجي الكامل، يعني المشروع الكامل تبع شيلد منو بس مستشفى فيزيوتيرابي بالمعنى المعروف بمفهومنا المحلي، بتناول المشكلة الريابليتاسيون تبعولا، إعادة التأهيل تبعولا، تقييم الطرف أو الأسيستيف تكنولوجي أي شازرونول كرسي النقال، تعديله ليتناسب مع حالة كل شخص بحاجة لها. مش بس هيك، يكون فيها إعادة تأهيل دورية، يكون فيه إعادة تأهيل تنبلش نعمل سبور، نبلش نعمل الأكتيفيتي تنطلع لبرا نكون جزء من المجتمع وجزء بتأهيل المجتمع. شيلد رح تشتغل كرمال تعمل الريهاب فيليج، رح تعمل أونلاين كوميونيتي، وجود بشبكة الانترنت، بدنا نبلش نطلع صوتنا، بدنا نبلش نجيب حقوقنا حتى بل أكبر من لبنان على كل حجم الدول العربية. رح نشتغل على الشخص ورح نشتغل على المجتمع. تحقيق هالحلم ونشر أهداف هالقضية، خلينا نشوف بعض هالأشخاص والأصدقاء اللي وقفوا حد مايكل، كيف تعرف عليه وتبنوا حلمه ومشروعه وعم يشتغلوا معه لتحقيق هالحلم الكبير. مايك من ولاد المنطقة اللي هو هوني، وقت توفى المرحوم بيي أنا كنت مسافر وجيت، إجا لعندي وقعدنا سوا وصار يحكيني بمشاريع. حقيقة كتير انبسطت فيه لأنه زلمي كتير نشيط وحيوي وبيحب دايما يساعد ويشكل انماء بالمنطقة. بوقتها تعرفنا على بعضنا ولحديد هلأ من شي 7 سنين بتصور مشين نحن وياه مع بعضنا. مايك حقيقة شخص نشيط، يعني أكتر من
شخص مرتاح وضعه الصحي العادي، واللي بيعيش برا لما بدي معينه بيشوف قد ايه العالم برا بتهتم والدوله بتهتم بالمعاقين. فوقت خبرني مايك عن مشروعه شفت بلبنان قليل اللي بيهتموا من الاهل للدوله، يعني بطرق معينه لكل الناس بدها مساعده او معاقين. فانبسطت بالمشروع تبعه وحاولت شجعه قد ما فيه تيفوت فيه. أنا اسمي روبير غصن مدهور الشوير، بي العائلة، عندي شركة شغلي الخاص ببور بيروت. أنا تعرفت على مايك من فترة بواسطة صديق مشترك، زرت لعنده وقعدت حكيت أنا وياه. لما تعرفنا على بعض صار يخبرني عن موضوع شيلد والحلم اللي عنده إياه. هلأ أنا تفاجأت لما تعرفت عليه أنه هو إنسان معوق جسدياً، صرت اسمع له انه شو عنده حلم، صار يخبرني. سألته كيف صار معه الاكسيدان وصل لهون، خبرني عن شيلد. حسيت في لمايك انه عنده وجع كان وقدر يتخطيه، وعنده حلم بده يشيل هالاوجاع من غير ناس. يلي شجعني وخليني اقرر ادعم قضية مايك، اول شيء قال لي انه انا بحاجة لاشخاص مثلك، وحسب الدوكيومنت كنت عم بقراهم معه انه صار لهم من 2007 مرخصين بلبنان وهيك، وعرفت انه عنده مشاكل ما بيقدر يكفي فيها. بحسيت انه بقدر شله شوية مشاكل اقدر ساعده فيها على قدرتي، على قد ما كل واحد بيقدر. وحسيت انه في ناس ممكن بمساعدتي لقلهم نقدر نعملهم تغيير بحياتهم، نسهلهم طريقة حياتهم، نأملهم شوي من حقوقهم، وهذا اللي خليني قوم بمساعدة شيلد. اسمي كميل تانو سماحة، أنا جراح بجراحة العظم والمفاصل. تعرفت على مايكل من خلال صاحب لألو وفسر لي نظرته للمشروع وطلب مني يكون مسؤول عن القسم الطبي للمشروع. بقى كان عندنا نظرة مشتركة وعملنا المشروع على هالأساس. أنا الدكتور وليد كنعان، وليد جوزيف كنعان، جراح عامي. تعرفت على مايك عن طريق صديق مشترك لإلنا، تعرفنا عليه بالصوب 2006 يمكن. ومايك كان إجا طرح علينا مشروعه، لأن كنا نشتغل نحن بحنس عنا صاند ريابيتيزاسيون فيزيوثيرابي، مش بس للأنديكابي، للي بيبوست فراكتوري كومباني. دونك فكرنا بالموضوع انه بننطلق من هون، بلشت تنمر الفكره، وبلش هو فرجاني انه عامل اسوسياسيون ايمانيتير هون باوروبا، ونحن كنا عاملين اسوسياسيون ايمانيتير نحن والجروب تبعنا، قلنا منوقف نحن مشروعنا حتى ندعم مشروع مايك، لان مشروع كتير مهم، يعني لان اعاده تاهيل المعاقين كتير مهمه بالنسبه لنا، لان كان في كتير معاقين وبيت شباب، مستشفى بيت شباب ما عم بيلحق، ومش كل العالم عندهم أكسية على بيت شباب. يعني مشان هيك كانت الفكرة كتير حلوة بس الإمكانيات كتير ضئيلة يعني. فصرنا نفكر شو بدنا نعمل يعني، وبلشنا نجتمع ونقنط نعمل اتصالاتنا ونجرب نساعد ضمن الإمكان للعالم اللي هي عندها ناس أنديكابي أو الأنديكابي نفسه. هيك تعرفنا على بعض وهيك بلشنا نشتغل مع بعض وتوصلنا لهون اليوم، بعدنا بهالحلم اللي بدنا نحققه ان شاء الله. بعدنا باول ايتاب، يمكن قبل اول ايتاب كمان، بس انه في كتير ناس عم بيسعوا لينجحوا هالمشروع، وان شاء الله نمشي فشخة فشخة ونصل لنتيجة. جمعية شيلد عم بتقوم بعمل عن جد فوق العادة. قانون 220 يلي طلع سنة 2000 هذا قانون للمعاقين، بس ما عم بيتطبق لحد هلأ. أنا بتأسف تقول أنه بهالقانون هيدا ذاكرين لجان وذاكرين جمعيات وذاكرين مسؤولين وذاكرين مين بيتعاطى تيساعد المعاقين تيكون حدهم، مش ذاكرين المديرية العامة للدفاع المدني، مع أنه هي مؤهلة أنه تكون أكثر مديرية أو أكثر مؤسسة بالدولة بجانب المعاقين. الدفاع المدني بيعطي من قلبه أكثر من أي إنسان آخر. نحن عملنا إنساني فقط تنساعد كل العالم،
كيف إذا كان معاق وبحاجة لإلنا. صراحة نحن بنقدر منفعل من وراء نشاطات بنقدر نعملها. هالنشاطات بنقدر نقوم فيها. نحن رح نتواصل مع جميع شيلد تيجمعوا بعضهم ومستعدين نعمل لهم تدريب اللي بيقدروا يقوموا فيه نحن جاهزين له ونساعدهم بكل احتياجاتهم. بمعنى إذا واحد بده ينقل على المستشفى تيروح يعمل فحص يعمل امتحان يعمل غسيل كلى شو ما كان هالشي هيدا عن نعمله من دون أي أجر. هيدا شغلة واجباتنا أنه نعملها. المعاق له أولوية قبل الأولوية أولوية استثنائية. المعاق يجب أن يكون كل الدولة بجانبه حتى يحس أنه هيدا إنسان فوق العادي. ولازم الدولة وخاصة أنا ندائي إلى البلديات إلى المحافظات إلى القائم المقامية يعملون مواقف خاصة سلالم تقدر يمشوا فيها على الكرسي النقالي يعملوا حديقة عامة للمعاقين. لأن بالفعل إذا ما خليتي المعاق يحس حاله مثل أي إنسان آخر بتكوني عم تعد من إنسان وهو له حق الحياة. البلدية بالنهاية بالقانون تبعها مجبورة تأمن المرافق العامة تأمن ممرات وتسهيلات للوصول للمعوقين مثل ما بيوصل شخص عادي لإله. فنحن عم نبني مبنى بلدي جديد وهو بالدراسة تبعه معمول بهالطريقة. كما أنه نحن مثل التروتوايات اللي عم نعملها جديدة رح يكون فيها ممرات دائما للمعوقين. كما عم نطلب من المطاعم تأمن كمان دخول هين للمعوقين بقلب المطاعم تبعهم. تسهيلات عامة كمان بحق للبلدية وعم نحاول نأمنها ضمن اللي هي ما بتضر بالسلامة العامة مواقف للمعوقين إذا كانت ممكن. فهيدي أكتر شيء البلدية اللي عم تعمله هلأ بالوقت الحاضر. كما عم نشكل بمشروع تنمية وتوعية نحن ومايك مشان المعوقين. المستشفى اللي عم يعمل مايك بتعطي نظرة بتصور محسن للوضع اللبناني انه نحن اكيد عم نهتم بكتير قصص ومنهم المعوقين اللي هي برا كتير بيعطون اهمية وبيساعدون. فهي بتصور بتغير نظرة العالم للبنان لانه مايك عم يشتغلها مش على صعيد لبنان بس عم يشتغلها على صعيد العالم. اهم شيء بتصور بتغير نظرة اوروبا وامريكا للبنان بحالتنا نحن اللي احنا فيها. واتمنى كل بلدية تهتم فيهم وتساعدهم يعني وقدر المستطاع اللي هي فيها تعمله. هلا بعد ما صار معي الحادث اجتني اوبورتونيتي كتير كبيرة انه بي قدر اخدني على سويسرا وعلى لندن وعلى امريكا. قدرت اعمل هالريابيليتاسيون قدرت اعرف النو هاو تبع الريابيليتاسيون او اعادة التأهيل. وتفاجأت انه يعني اذا بدي اعمل مقارنة بين لبنان وبين اللي عشته برا هونيك كان في عندي تطور كان في نو هاو بالناس اللي كانوا يساعدوني وكان في شيء اسمه انه يعلموك شو هي مشكلتك. لان بالنهاية الواحد بده يكتشف ذاته يكتشف حاله كيف في اهل حاله والاشخاص البروفيسيونال يعني المتخصصين بهالشغلة عندهم طريقة نو هاو بيقدروا يفهموك انت شو عندك المشكلة كيف انت تتغلب من المشكلة.